هذه المبادرة تدخل في سياسة تتبعها النقابة فيما يتعلق بالرفع من المهنية لدى الصحفيات والصحفيين. المدخل الأساسي الذي يمكن أن نلجأ به إليها هو هذه الندوات وهذه المحاضرات التي تلتقط ما يهمنا كإعلام رياضي بطبيعة الحال. وأنتم تعلمون على أن تيمة الندوة الصحفية التي يعقدها تعقد بعد كل مباراة تعتبر أهمية بالغة بالنسبة للصحفي والصحفية. بطبيعة الحال أنتم تعرفون على أننا مقبلون على استحقاقات كبيرة سواء تعلق الأمر بكأس إفريقيا أو تعلق الأمر بكأس العالم. ولهذا المبادرة ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية لفتح شراكات متعددة مع جمعيات تهتم بالشأن الرياضي، الهدف منها هو أن ننخرط جميعا من أجل أن نوفر بيئة مهنية تسمح للصحفيات والصحفيين الرياضيين بالاستعداد لهذه الاستحقاقات لتقديم صورة مشرقة عن الإعلام المغربي والإعلام الرياضي خصوصا، لأننا سنكون أمام امتحان مفتوح قاريا وعالميا. وكما تعلمون أن المغرب مقبل على تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكذلك كأس العالم 2030. هذا ما دفعنا بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة الوطنية أن ننظم هذه الدورة التكوينية لفائدة الصحفيين الشباب، لأن الشباب هم اللي غادي يكونوا إن شاء الله يحملوا هذا المشعل من أن 2025 وكذلك 2030. هذا يعني الموضوع ديال هاد الدورة التكوينية هو تنظيم الندوات الصحفية. كما تعلمون هناك فوضى في الملاعب وفي زون ميكست وكذلك في منصات الصحافة، لهذا فكرنا أن يكون بعض نقدم بعض النصائح وكذلك التجارب، لأن الخبراء الذين سيقدمون هذه الندوة عندهم تجربة كبيرة وكبيرة بزاف وغادي يستفدوا منها الشباب إن شاء الله بحول الله. Thank you.